بفقرة التنسيقات لليوم حبيت أنسق لكم هذا القميص بثلاث تنسيقات مختلفة. حبيت أختار هيك أنواع من القمصان لأنه هذا القميص لونه يلائم البشرة البيضة والبشرة السمراء، وأكيد التطريزات اللي بيه نقدر نستغلها كإطلالة أنيقة أو كاجوال أو حتى عملية. لذلك اليوم نسقت لكم إياه مثل ما ذكرت بثلاث إطلالات، أتمنى تختارون منها الإطلالة اللي تناسبكم. أول إطلالة لليوم نسقت هذا القميص كإطلالة عملية مثل ما تشوفون لبستها بحلقة اليوم. نسقت القميص مع بنطلون جينز بلون الأبيض، قصت البنطلون الضيقة، نسقت معها أيضا حذاء بكعب عالي لونه أزرق من مشتقات لون القميص، بإضافة إلى بي تطريزات مثل ما موجودة على القميص. هيك لوك يعتبر لوك عملي بتغيير أكيد بسيط بالحذاء إذا حبينا، وأيضا يعتبر لوك أنيق بنفس الوقت. أما الإطلالة الثانية فحبيت تكون إطلالة أنيقة، نقدر نستغلها هاي الإطلالة إذا كنا معزومين بالليل، لأن التنسيق اللي اختاريته ببنطلون فضي. اللون الفضي مثل ما نعرف حلو أنه نلبسه إذا كنا معزومين طلعة ليلية. نسقت القميص مع بنطلون فضي عالي الخصر، هيك أنواع من البناطير حلو نلبسها مع القمصان العريضة حتى تحدد الخصر. نسقت معاهم حذاء شفاف، مثل ما نعرف الحذاء الشفاف كلش دارج هذا الموسم، وبيبوك من الأمام بلون الفضي. هيك إطلالة تعتبر إطلالة أنيقة وإطلالة راقية نفس الوقت. أما الإطلالة الأخيرة فحبيت أستغل القميص كإطلالة عملية. صحيح القميص بي بعض التطريزات وبعض الأكسسوارات، لكن حلو أنه نستخدمه كإطلالة كاجوال وعملية. نسقته مع تنورة جينز مثل ما تشوفون، التنورة 3/4 بها فتحة من الأمام، نسقت معها حذاء رياضي بلون الفضي. هيك إطلالة تعتبر إطلالة عملية، إطلالة نقدر نروح بها للجامعة. أي إطلالة من الإطلالات اللي نسقتها أكيد تقدرون تغيرون بها بعض التغييرات اللي توالم طبيعة عملكم أو طبيعة شغلكم، فحلو أنه تغيرون بالحذاء، بالجنطة، حتى بالأكسسوارات. القميص حبيت هيك أختاره لأنه يلائم أيضاً المحجبات وغير المحجبات باختيار الحجاب الملائم مع التنسيقات. أتمنى عجبتكم هذه الإطلالات، وانتظروني بإطلالات جديدة ببرنامج كهرمانة.